ويمشي إلى أن يضع يده على قبر، أخذ قبضة من التراب وصاح: حسين! حتى التراب جاوب، جاوب قال: حبيب لا يجيب، حبيب والله ما عندك عذر الليلة، كل واحد منا ما عنده عذر، ما دام فيك نفس وتقدر تقول وحسين وين ما جالس، يقول الكنقوني الله يوفقه، يقول: من الفرات اغتسل جابر وارتدى ثياب الاحرام. يلا اقرا: من الفرات اغتسل جابر وارتدى ثياب الاحرام، قصد قبر حسين وشبان انشرت سود الاعلام، باللطم يمشي باللطم يمشي ومحال المدمع تملكه العين، ظل يصرخ: يا حبيبي واعتلت زفرة وحنين، جني يسمع يا عطية جني يشتم يا عطية من البعد ريحة حسين، وصلوني رفرف الفادي على قبر الإمام. يقول: غرس بتراب القبر جفه وعلى منا النحيب، ظل يصرخ: يا حبيبي ما تجاوب للحبيب. اسمع اسمع شي يقول ملا عبد المحسن: اخ غرس بتراب القبر جفه وعلى منا النحيب، ظل يصرخ: يا حبيبي ما تجاوب للحبيب، جابر اللي فوق قبرك يندبك ما أنا غريب. ايه سمع: تنسى يا حسين المحبة وعشرتي يا ابن الكرام. يقول: وإذا بالصوت من القبر لسان حالة يصيح: جابر ما أظنك تحتمل. شو اللي ما يحتمله؟ لسان حالة يصيح: جابر ما أظنك تحتمل، شلون أجاوب من جسد والرأس منا منفصل. لسان حاله يصيح: جابر ما أظنك تحتمل، شلون أجاوب من جسد والرأس مني منفصل، راس بيد اختي العقيله ولي مدمعها غزل، والجسد من غير تغسيل اندفن تحت الرغام.